حكوى ريفيتالايز ثيرابي، العلاج بالماء الساخن للدكتور فارس الحجري. أدلة قصصية لأمراض الكوليسترول وارتفاع أنزيمات الكبد والدهون الكبدية. شفاء مواطن كويتي من ارتفاع في الكوليسترول من 9.11 إلى 3.85 ميلي مول على لتر خلال شهر. دكتور، لله الحمد من قبل ومن بعد، مع علاج كريستور 20 ميلي غرام والماء الساخن نزل إلى 3.83، يعني نزل من 9 إلى 3. ما أدري المفعول بالعلاج أو بالماء الساخن من بعد الله، هذا بخلال شهر بس من غير حمية ولا حتى رياضة، أكل عادي وما أتحرك كثيرا ونزل بهذا الشكل، والحمد لله على كل حال. أقصد بارك الله فيك، استخدمت دواء اسمه كريستور 20 حبة باليوم مع العلاج بالماء الساخن يوميا لترين ماء ساخن إلى لترين ونصف، وراح أصور لك التحليل ليكون أوضح. تاريخ الفحص 22/8/2017، الكوليسترول الكلي 9.11 ميلي مول على لتر، بينما المعدل الطبيعي 3.1 إلى 5.2. استخدمت هذا الدواء مع العلاج بالماء الساخن خلال شهر فقط. بعد شهر الكوليسترول الكلي 3.85 ميلي مول على لتر، بينما المعدل الطبيعي 3.1 إلى 5.2، وهذا التحليل بعد العلاج ولله الحمد بدون حمية وبدون رياضة. وكنت أشرب الماء الساخن على الريق من نصف لتر إلى لتر كامل في بعض الأحيان، ويكون لتر الثاني موزع خلال اليوم، يعني يوميا أشرب لترين إلى لترين ونصف.